بالنسبه للناس الجداد اللي كنتي اول مره غادي تشوف القناه ديالي ما تنساش دير لي سبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلك جميع تنبيهات الفيديوهات الجداد. وما تنساوش دوزو عندي الانستغرام خليو ليا فولو هكا نكون اكتيف تما. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناه مروان الشارف سلسله الشروحات سناب شات. الشرح اليوم هو دارك مود سناب شات. الدارك مود متوفر في جميع التطبيقات حاليا، السوشيال ميديا، فيسبوك، واتساب، يعني نظام التليفون ايفون ولا اندرويد، يعني ولا متوفر في جميع التحديثات. سناب شات يعني كلشي كيبحث على الطريقه كيفاش يفعل الدارك مود. حاليا الشركه ديال سناب شات يعني كيطوروا من ميزه الدارك مود، يحاولوا يطرحوها يعني في اجهزه جوجل، يعني بالنسبه لنسخه المستخدمين غادي يطرحوها لهم وما الولا، يعني يستعملوها في نسخه المستخدمين او المطورين، وغادي تطرح بالنسبه لفئه جوجل او الناس اللي عندهم نظام اندرويد. من بعد يعني غادي يحاولوا يطوروا النسخه ديال ابل والايفون او نظام اي او اس، وغادي يطرحوه في الاب ستور النسخه يعني ديال سناب شات بالدارك مود. الدارك مود متوفر يعني في جميع التطبيقات كما كتشوفوا فيسبوك لايت فيه الدارك مود، يعني الطريقه سهله يعني بلون باين. بالنسبه لسناب شات يعني حتى هو غادي تطرح فيه الدارك مود، وغادي يتبدلوا يعني بزاف ديال الحوايج. غادي يتبدلوا هاد لاباغ اللي لتحت، يعني هاد لابار هادي ما تبقاش هكا، غتولي لاباغ وحده، يعني هاد زر الكاميرا غادي يولي هنا، هادو غادي يتبدلوا بزاف ديال الحوايج. يعني شفت في التحديث يعني في النسخه ديال المطورين غادي يبانوا بزاف ديال الحوايج اللي زوينين. وهذا ما كان يعني في السلسله ديال سناب شات، ونتمنى ديروا لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه باش نحاول ما امكن نجيب لكم الخبر قبل ما يتطرح يعني في الصفحات او لا في السوشيال ميديا عامه. ونتلاقى في فيديو اخر ان شاء الله.